يوم الأحد يعني يوماً يخصصه شاكر للتسوق وجلب كل ما يلزم للمطبخ، وبما أنه شهر رمضان فقد اختار هذه المرة التوجه إلى سوق بره بطنجة لسبب معين، وهو الجودة العالية للمواد الغذائية بالإضافة إلى توفرها. جولة قصيرة في السوق ويهتدي بعدها شاكر إلى ما يحتاجه. جيت عند صاحبي هنا يا سيدي الخضرة مزوق وتيخلينا نختاروا، هذا هو اللي مهم. وكما هو واضح فالسوق قد تم تموينها بما يكفي لموازنة العرض مع الطلب، وما هو جلي كذلك الارتفاع الصاروخي الذي شهدته الأسعار. الخضر اللي عندها علاقة بالسقي وعندها علاقة بالماء، وحنا ما ننساوش بأننا في الآخر أواخر ديال الصيف، يعني الماء قليل، إذا الخضر اللي عندها علاقة بالسقي كاملة تكون شوية غالية. أسعار قد تعد نارية بالنسبة للمواطن البسيط والمحدود الدخل، إلا أنها في نظر البائع أسعار موسمية تشهد ارتفاعا ملحوظا ككل شهر رمضان. هذا السنة بحال السنة اللي هذه بحال لابد الأول رمضان كيكون إقبال مزيان، وفي الوسط كتصرح عاود شوية ديال الأمور، تصنع الأخر عاود كتكون الحركة. شحال عندي؟ 86 درهم. صافي جمعتي الحساب كامل؟ ونقص شوية ها؟ التفاوض في السعر هو ضروري لربح بعض الدراهم الإضافية، فالحلويات الرمضانية المعروضة بذوق وفن رافعين لا تترك للصائم سوى الانصياع لإغراءاتها ولكل ما تشتهيه نفسه، ونفس الصائم حق عليه، بيد أن كثرة المصاريف وتراكم الواجبات تنهاه عن كل ذلك وتجبره على الإنفاق بعقلانية. الصعوبات اللي لقى يعني الشارع المغربي ولا المجتمع المغربي هذا العام خلال شهر ديال رمضان، هو ان رمضان جاء مضايق مع الفتره ديال الكونجي والفتره ديال الدخول ديال المدرسه والعيد ورمضان، وهذا الشيء كامل تيطلب مصاريف بزاف. اذا الصعوبات اللي تلقاوها هي كيفاش نجيريو هذاك البيدجي ديالنا في هذه الظروف هذه الكريمه. لكن يبقى الشغل الشاغل لغالبية المواطنين هو إرضاء أسرهم وإدخال البهجة والسرور في أفئدتهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع.